لم يعملها أي رئيس في العالم، بحيث الصيادين والذين المنازل نتاعهم لم يتضرروا كثيرا، أعطاهم من 20 إلى 30 مليون. أما البقية الذي تحطم من المنزل نتاعو فأعطاه ساكن لائق ويشرف ويشرف الشعب الجزائري بصفة عامة. أنا مواطن من ولاية بومرداس، ولكن لما سمعت هذا الخبر الصحيح والجيد دخلني شعور كبير باللي أن رئيس بكل المقاييس العالمية، وهو مشكور حفظه الله وستره الله من الأعداء الذين لا يريدون الخير للجزائر. هذا البرنامج برعاية شركة بروتيليس لمواد التجميل. بروتيليس، الجمال للكل. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.